احمد ايش رايك نجيبها من الاخر؟ حلو. اولا انا حياتي العمليه وشغلي اولويتي، وانا دكتور واقضي ساعات طويله في المستشفى بصراحه، فاكون ما عاد مشغوله. جويهيته تاخذ كل شيء، كل شيء، حتى العفش تبي تاخذه. هو انت حتى العفش ما تبي تسيبه لام ولدك؟ لا انا العفش حقي. ايوه بس انت حتفتح بيت جديد، حتاخذ العفش القديم معك؟ ولين اتزوج ثاني احتاج عفش. انا مستقله جدا، ما عمري اعتمدت على رجال ولا عمري حاعتمد على احد. حب البنات الاقوياء. بس انا ماني بنت، انا امراه. اعتذر، صح كلامك، ما استاذن من احد. يا ستي ولا انا عندي وقت اعيش حياه شخص ثاني اصلا. عندي بنت. عارف قالوا لي انت ماخذ العفش عشان تقهرها. لا دقيقة، انت في شيء ما انت فاهمة، هذا العفش حقي. اي وانت بتقهرها بي؟ انا اخرج الشارع زي كذا مستحيل البس عباية. حقك يا ستي. أنا مخطوبة. أنا قد تصب لي قهوة؟ لا هذه فعلا مشكلة.